تستعد الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات قوية ضد الدول والهيئات التي لا تمتثل للعقوبات التي أقرتها الإدارة الأمريكية ضد النظام الإيراني، ونقلت صحيفة ايكونوميك تايمز الهندية عن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة ضد من لا يمتثل للعقوبات الأمريكية التي أُعيد فرضها. ومع اقتراب الحزمه الثانيه من العقوبات التي من بينها وقف استيراد النفط الايراني من المتوقع ان تخفض المصافي الهنديه شحناتها الشهريه من الخام الايراني بنحو النصف مقارنه بالمستويات المسجله في وقت سابق